مع إطلالة عام 2019 تدخل المناطق المحررة شمال وغربي البلاد عامها الثاني، بعيدا عن سيطرة تنظيم داعش الذي انتهى مهزوما على أيدي القوات الأمنية العراقية في 2017. جاء الانتصار، لكن الحياة في المناطق المحررة لم تعد إلى ما كانت عليه حتى الآن. مدن مهدمة جراء العمليات العسكرية بالإضافة إلى ما خلفه داعش من خراب. لم تدر فيها عجلة الإعمار رغم الوعود الحكومية والخطط الموضوعة والمبالغ المرصودة لذلك. فما بدا من تغيير في تلك المناطق لم يتعدى قضية الاستقرار الأمني الواضح. الأنبار غربي البلاد تشهد استقرارا أمنيا وهدوءا نسبيا بعد عمليات التحرير، باستثناء اعتداءات متفرقة بين الحينة والأخرى وضعتها الأجهزة الأمنية في خانة الجيوب والخلايا الإرهابية الصغيرة المتواجدة في المناطق الصحراوية بالمحافظة التي تجري معالجتها باستمرار، وإن القضاء عليها مسألة وقت لا أكثر. كما سجلت المحافظة عودة أغلب النازحين إلى مناطق سكناهم. في صلاح الدين فإن الصورة مشابهة إلى حد كبير للوضع في الأنبار، فإلى جانب استتباب الأمن تقوم القوات المشتركة بعمليات عسكرية لتأمين مناطق عدة في المحافظة. أما الموصل أسيرة داعش ل4 سنوات، فقد عادت إليها الحياة تدريجياً مع فتح المؤسسات والدوائر الحكومية والمراكز التجارية، خاصة في جزئها الأيسر، ليبقى جانبها الأيمن خارج نطاق الإعمار بسبب الدمار الهائل الذي أصابه. لكن استقرارها الأمني لم ينعكس على باقي مدن المحافظة، لا سيما سنجار التي تشهد تواجدا لحزب العمال الكردستاني.